بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. تحتوي عقول البشر على نظامين من التفكير، الأول بيشتغل بشكل غريزي أو تلقائي وبيتطلب القليل من الجهد والمعلومات، والثاني بيشتغل بشكل مركزي أو تحليلي وأكثر دقة ويتطلب المزيد من الجهد والانتباه. بتختلف أفكارنا وأفعالنا اعتمادا على أي من النظامين بيتحكم أكثر في عقولنا. فإذا تعرضنا لحادثة أو مشكلة معينة وكان لابد لنا من اتخاذ موقف أو نعتمد قرار لحل هذه المشكلة، فما لدينا إلا أنه نستخدم أحد الخيارات، التفكير الغريزي أو المركزي. ولكن من المعروف أن معظم الناس بيميلوا إلى استخدام التفكير التلقائي والعفوي تجنبا لبذل جهد أقل وتخفيف الأعباء على الدماغ. وهؤلاء الناس يدفعون ثمن باهظ لميولهم الفكرية اللي بيوصفوها عادة بالكسل الفكري، فيما هناك قلة من الناس بفضلوا الطريق الأصعب أي التفكير التحليلي بالرغم من صعوبته. هؤلاء الناس هم أكثر حذرا من غيرهم لأنه يميلون أو لا يميلون لاتخاذ القرارات العفوية المكلفة ماديا ومعنويا واجتماعيا. بالحالتين لابد من التنويه أنه خطر الوقوع بأخطاء فكرية يمكن أن يحدث من خلال النظامين المذكورين، لأنه لا وجود لضمانات بهذا الخصوص، لسيما وأنه قليل من التفكير مثله مثل الكثير من التفكير. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.